مرحبا بكم الأصدقاء والمتابعين. اليوم باش نبداو مع بعضنا سيري ولا كور ولا كورس كما تحبوا تسموه تاع يوتيوب من أ جوسكا زد. كيفاش تبدا من الشين نتاعك حتى لين توصل تدخل أول 1000 دينار ولا أول مليون. باش نعملها على حلقات، الحلقة مش طويلة باش تكون 10 8 دقائق، فيها المحتوى اللي يهمك والإجابة على الأسئلة كاملة اللي تخص اليوتيوب. علاش انا باش نبدا السيري هذيا ولا السلسله هذيا؟ جزء اسباب. السبب الاول انه المحتوى العربي ممل جدا، مقرف جدا، يعني تلقاه فيديو طوله 25 دقيقه، المعلومات ولا شيء اللي يهمك ما يجوش 15 ثانيه، تلقاه يدخل لك ويصلي على الرسول ودعاء وكذا، ويقعد يحكي لك في قصص وقصص الصحابة، وانت داخل بتسأل على حاجة معينة ولا شيء معين تحب تفهمه، تقعد تستنى 20 مينوت وما تلقاش الإجابة متاعك، وساعات تلقاها منقولة بالغلط ولا كذا. السبب الثاني اللي باش نعمل خليني باش نعمل السيري هذايا انه المحتوى التونسي للأسف بريسك ما في حد شيء، فما بيت في تونس ترفس وقاعدة تدخل في الفلوس. ما احنا المشكلة عندنا، المشكلة في المونتاليتي متاعنا، معناش ثقافة البارتاج، معناش ثقافة نذوي، يعني اللي يبدا يدخل في فلوس يبدا في باله يخبي. اللي عرفتهم كالعباد اللي احنا وقت اللي نقراو ما يحبش يعطيك الكراسه باش تنقل من عنده، وكلي امه تعطيك كسكروت يمشي ياكلها في راس النهج ويجي، هذيكم هما العباد اللي توا قاعدين يدخلوا في الفلوس وجايبينها يعطيوكم في محتوى في نصائح، هما ما هم يقولوا في حد شيء. دونك الحلقه الاولى نتاعنا باش نتعداو يعني ديريكت محتوى الحلقه الاولى نتاعنا باش تكون كيفاش تبدا شين ناجحه. مانيش باش نحكي لك الكوتيه التقنيه نخليها في اخر الفيديو، كيفاش تعمل والايميل وكالفازات في اخر الفيديو، لا، احنا باش نحكيو على المحتوى الناجح، المحتوى المطلوب، خاطر المحتوى نتاعك ولا الفكره نتاع الشين هي الباز، هي كما نقولوا الكور نتاع الخدمه نتاعك هي الفكره. اذا كانت الفكره نتاعك موزونه والسوجي نتاعك مطلوب وينجم يعاونك في لي موتور دو ريشيرش، يعاونك في لي زابوني، يعاونك في ال 4000 ساعه نتاع المشاهده، هذا باش يختصر عليك وقت كبير برشا. احنا باش نحكيو ساعه على الافكار نتاع القنوات، ومن بعد باش نتعدوا نعمل مع بعضنا شين يوتيوب جديده باش نعملوها بفاسون نتاع انت انسان برو، باش تعمل شين برو. الشين هذايا كيفاش نو مثلا لي تروك اللي تعملهم باش تكون الشين نتاعك كما نقولوا بروفيسيونيل. بروفيسيونيل مش معناها في المنظر، لا، اليوتيوب، لغه اليوتيوب ولا الالجوريتم بتاع اليوتيوب كيفاش يفهمها ويطلعها في الالجوريتم ولا في الترتيب في السيو نتاعها يبوشيها لفوق. هذا اللي باش نفهموه معانا في الحلقه الاولى. ما ننساوش اللايك وسبسكرايب باش نتعدوا، باش نعطيكم اكزومبلويت نتاع قنوات الافكار نتاعها تنجم تقول سخيفه لكن هي ذكيه برشا، عباد تدخل في الملايين، في الملايين كاريمون، بافكار بسيطه. احنا بنحاول مثلا انا باش نعطيكم المحتوى ولا بصفه عامه نعطيكم فكره على الافكار اللي ماشيه توا. نتفرجوا في الانترو، نبداو في الشرح، ما ننساوش اللايك وسبسكرايب. بيس. علاش شين على اليوتيوب ولا الخدمه على اليوتيوب احسن من برشا مواضيع اخرى؟ اول حاجه اليوتيوب ياخو 45% من الأرباح، يعطيك 55%. الشركات الكل تحط الإشارات نتاعها على اليوتيوب، دونك المحتوى اللي باش تقدمه أنت ديما مع اليوتيوب رابح بارابور لأي سيت ولا أي موقع آخر من غير ما تكسر راسك. بالنسبة للأفكار نتاع القنوات، اليوتيوب يعطيك كيما نقولوا المجال باش أنك تعمل الشين نتاعك في أي ميدان أنت تحبه. نبداوها من الطبخ ومن الكوجينة، وأنت باش توصل حتى للروبوتيك ولا للمش عارف وتفسر الفضاء والنجوم اللي تحب أنت. احنا انا كما نقولوا نشوف اكثر القنوات الحاليه اللي ماشيه في تونس اللي كما نقولوا تعمل في ديزابوني هي القنوات نتاع لاكتواليتي، كوسوسوا لاكتواليتي اللي عدوا في الاخبار نتاع الفن والمسرح والفازات هذوك، وما كالبيفات اللي تصير بينات الفنانين هذوك يعملوا مشاهدات، نظرا الى انه الشعب التونسي عنده برشا بطاله وعنده برشا ستريس وعنده برشا كذا، نهار كي يمشي التليفون ويقلب يشوف الاخبار ويبدا يحب يكومنت ويعطي راي في كل شيء. ثاني حاجه القنوات الناجحه هي القنوات اللي تعطي المعلومة بغض النظر، المعلومة هذه تنجم تكون تقنية، تنجم تكون درس مثلا على اليوتيوب ولا على جوجل ولا على الربح من الانترنت، كيما تنجم تكون مثلا على الابراج كيما تنشوف مع بعضنا باش نوريكم قناة ناجحة فكرتها السامبل على الاخر، باش نوريك وين الذكاء نتاع المرأة اللي عاملة القناة هذيا. كيما تنجم فما قنوات اخرين يجي مثلا زاد ذكيين برشا، ساهلين برشا، يجي يعمل لك تصويره مثلا، نعطيك كيما نقولوا تومبليت، يحط لك مثلا تصويره ابن خلدون وقدامها كتيبه
وفي الباك جراوند موزيكا موزيكا، ويبدا مثلا الفيديو اسمه كما نقولوا اجمل اقوياء ابن خلدون، ولا اجمل مقاله وكذا. زاد كيف كيف الفيديوهات هذوكم سامبل ذكيين برشا، يجيبوا لكم برشا متابعين برشا، وكيف كيف ساعات المشاهده يعملوا لكم ديزابوني سهله، ما فيهاش برشا اجتهاد حتى في المونتاج ولا في الليديت نتاع الفيديو، ماكش باش تستحق برشا ريسورس. توا باش نمشيو مع بعضنا باش نوريكم ثلاثه اكزومبلوات نتاع ثلاثه قنوات ناجحين، انا نشوفهم ذكيين رغم ما نقولش تفاهة، الفكرة ليه ذكية، أما رغم سهولة ساعاتك الحاجة تبدأ سهلة، أنه أنك تظهر لك أنت تافه، عرفتك لو بلي سامبل لو بلي بو سامبل على الأخر، فهمتني؟ نشوفوا مع بعضنا الثلاثة قنوات هذوما، ثم نتعدوا الحاجة المهمة باش نبداو قناة مع بعضنا، نعملوا شان مع بعضنا، نوريكم كيفاش تعملوا شان بروفيسيونيل بموضوع مثلا احنا نختاروه، كما نقولوا باش نعملوا شان على الأكتواليتي. مثلا حاليا فما في تونس برشا بيك بونك في السياسة، يعني كرة تمشي كرة تجي، مخلوف، عبير موسي، الغنوشي، قيس سعيد، كذا. نجم تعمل شين على الاكتواليتي، تنوريكم زيد اكزامبل نتاع شين تخدم في الاكتواليتي بوليتيك في تونس، شين فكرة نتاعها كي سامبل على الاخر، ما فيها لا اجتهاد لا حد شيء، تصويره ويتكلم السيد، ما عندوش لا ريسورس لا قاعد يجتهد لا حد شيء، اما الفكرة ذكية. نشوفوا مع بعضنا الشينات، تعالوا نعملوا شين مع بعضنا، وبهذا نكون غطينا الحلقة الأولى. دونك شباب، بالنسبه للقناه الاولى اللي باش نعملوا لها ريفيو، ولا اللي انا نشوف الفكره نتاعها ذكيه، هي قناه نتاع مدام هذي اسمها رشا مراد. مدام هذي تعمل في تحكي على الابراج، الكونتوني نتاعها سهل، تنجم تلقاه في جريده في سيت، تحكي اي حاجه من راسك، ديجا ما فيش دينور ولا فماش كون باش يفيريفي عليك. اما هي كيفاش الذكاء نتاعها؟ مثلا كيما نشوفه في العنوان، كيف تنجذب ببرج الجوزاء في الحب، عرفت تعمل لك الفازاتك اللي تستهدف الغرائز ولا الامور الجنسيه، اكثر برج جذاب للنساء، اكثر برج مثلا كما نقولوا قوي في الفراش، حاجات سامبل كيما هكا. نشوفوا قداش عندها من متابع، عندها حكايه 670 الف متابع، عشان كيما هذه اقل حاجه تدخل 7 8 ملايين في الشهر، اذا كان المشاهدات نتاعك من دول العربيه كيما مصر وكذا، كان يتفرج فيك من برا نجم توصل حتى ل 20 25 مليون. هذه بالنسبه للشيء الاولى اللي نوريكم الفكرة متاعها قديش سامبل وقديش ذكية في نفس الوقت، جيس تلعب على الغرائز متاع العبيد. شو مثلا فيديو هذا في جمع عامل 8000 ولا 10000 مثلا، هذا كيف تتصرفين اذا تجاهلك الرجل من بعد الاهتمام، هذا ما فيديوهات نجم المحتوى هذا تلقاه بالانجلي في اي سيت، هي جيست شنو تعمل لكم الخمار التركي وشويه مكياج تبدا تتزعبن وانتم تتفرجوا. دونك نتعديو للقناه الثانيه باش نعملوا لها ريفيو، زاد الفكره نتاعها سهله على الاخر، هي قناه وردنا الان، هي قناه تونسيه، نشوفوا 167 كا متابعين، السيد يحط تصويره جيست كوفر، عنوان، فهمتني، يدبر شويه اخبار بالفيسبوك ولا يبدا يتبع في الباجيت اللي على الفيسبوك، اول ما خبر يهبط يعمل هو الكوفر، هاو كيما نشوفوا الكوفر ويت نتاعو نفس التومبليت، عاجل جدا، ويحط لك تصويره ويهبر روحه. كي تدخل الفيديو انت باش تتفرج من داخل تلقاه هو جيست مغطي وجهه، هو يحكي وكهو يتعدى، ذاك هو الفيديو السامبل على الاخر. زاد كيف كيف قناة أسرار، هذا نتصور قناة تونسية خاطر تعدي في المحتوى التونسي، كيف كيف نفس الفكرة. أما هذا شنو يحط لك تصويرة بركة، تصويرة بركة، هو يحكي في الفويس أوف كما نحكي أنا توا. زاد كيف كيف فكرة متاع القناة الذكية، قناة يعني محترمة، تعدي في الاكتواليتي، جيست شنو اللعبه هاو، كان انت كما نقول على الفيرست امبريشن، على الانطباع الاول، انت باش تشوف الفيديو، باش تشوف كما نقولوا من هنا هذه تو كما نقولوا في الحلقه الثالثه ولا الرابعه نحكيو كيفاش تعمل كوفر، كيفاش تعمل في ثامب نيل للفيديو نتاعك يكون محترف. بهذا نكون مثلا غطيت ثلاثه افكار سهله جدا 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 لقنوات ناجحه. نتعدوا مع بعضنا للشابتر الاخراني، كيفاش نعمل احنا شين برو. دونك شباب باش نعملوا شين مع بعضنا توا، كيما نشوفوا كل واحد بطبيعة عنده عنده الانترفاس ولا كيما نقولوا عنده جوجل الجيميل نتاعو، يبدا محلوله اليوتيوب، باش يدخل الانترفاس باش يمشي لاخر حاجه باش يلقى كلمه سيتينج ولا بارامتر، باش يدخل لهنا باش تحت الاسم نتاع الواحد باش يلقى اجوتي ان شين، انا بالانجلي ديزولي، باش تلقى لهنا كرييت شانل او كرييت ان
سالقه كلمه كرييت عن شانيل. لهني بشي يقول لك اختار الاسم، انت بالطبيعه تختار اسم كما نقولوا احنا مثلا باش نخدموا في الاكتواليتي بوليتيك، نقولوا نختاروا اسم هكا حلو يتذكروه الناس. مثلا نقولوا الاسم اللي باش نختاروه هو من كما نقولوا من قاع الخابيه، ولا حل اللغز، ولا تبع الغرز، حاجه كما هكا. دونك اخترنا العنوان، باش نعملو كرييه. لهنا كيما نقولوا الشان نتاعنا كيما نقولوا صار الكرياسيون نتاعها. باش نمشيو باش نلقاو دقيقة برك، تنحط لكم بالفرنسي باش نجمو نتابعو معايا. وين الفرنسي؟ دونك واضح باش نلقاو لهنا كلمة بيرسوناليزي لاشين. باش نمشيو باش نختار البيرسوناليزي لهنا اون سافوار بلو. هاي هاي باهي، طفي هذي لهنا قاعد يفسر لك. دونك فيرمي لهنا باش يخرج لك كيما نقولوا الداشبورد ولا الانترفاس نتاع اليوتيوب. احنا باش نمشيو لهنا للكاز نتاع البيرسونال كيما نقولوا هذايا الكا هذايا، باش نختاروا لهنا كيما نقولوا باش نختاروا التصاور. لهنا التصويره اللي باش تظهر على البروفيل اللوطه، لهنا التصويره الكوفر نتاع الشين، ولهنا التصويره نتاع ليزابوني. انا بالطبيعه عندي حاضرين باش نحطهم قدامكم. لهنا كيما نقولوا نختاروا التصويرة الكبيرة الكوفر نتاع الباج، مسيرش انا حطيت علم تونس. لهنا باش نختاروا التصويرة نتاع السبسكرايب، هذوما الكل تنجم تلقاهم في جوجل حاضرين. باهي لهنا كيما نقولوا تعمل فيبليي لهنا باش يتم كيما نقولوا السيف يعني نتاع التغييرات اللي عملتهم الكل. لهنا باش تعديو للديسبوزيسيون نتاع الشين. لهنا في الانفورماسيون جينيرال باش يقول لك لهنا تعمل ديسكريبسيون تاع الشين. في الديسكريبسيون تكتب باش تحب مثلا قناة تونسية مهتمة بالمحتوى كذا كذا، لا تنسوا الاشتراك لدعمنا ولا كذا. ولا تنجم انت تمر ديريكت، انا نحبذ انك تستعمل التاجيت في الديسكريبسيون مثلا. من الاول تكتب لا تنسى الاشتراك في القناة، بعد باش تتعدى للموقع هذا او باش نوريه لكم. باهي الموقع هذا هو رابي تاج، انت باش تحط الاسم مثلا لهنا اسم قيس سعيد، نشوفه مثلا الكلمات كي تحط مثلا الجملة الأولى لا تنسى الاشتراك، تتعدى مثلا الكلمة الثانية عبير موسي على حسب السيجي، فهمتني؟ تحط ديما الكلمة المفتاحية نتاعك، تعدى لهنا تحط الكلمات المفتاحية، تحط مثلا سيف الدين مخلوف. نجيو لهنا نجم تزيد مثلا راشد الغنوش، النهضة، النداء، كالفازات، هذوكم الكل كالعادة ما تفوتش يعني كما نقولوا الليميت. وكها نقص شوية من الكلمات مثلا، تقديمة في الليميت، حط كالعادة من فوق لا تنسى الاشتراك وكالفاز. باهي باش نمروا للديسبوزيسيون. الديسبوزيسيون هذوما كما نقولوا من بعد ما تبدا تهبط في الفيديوهات تو نحكيو عليها، خاطر انت في العمليه نتاع الشين مازلت تعمل في الشين نتاعك، مازلت ما كما نقولوا ما هبطش فيديوهات. هذوما كما نقولوا كالفيديوهات اللي باش يظهروا في الانترفاس نتاع الشين. احنا باش نتعداو الى تاش مهمه جدا، واللي هي بريسك التاش الاخرى في الفيديو نتاع اليوم. باش نتعداو ننزلوا بارامتر باش نلقاو الشين لهنا، باش يقول لك حط لي لي مو كلي والبي يعني البلاد كالعادة تونس الخضراء. دقيقة بعد ما حطينا تونس لهنا باش يقول لك لي مو كلي نتاع الشين، هذوما هما لي مو اللي اليوتيوب يفهمهم، هذوما اللي باش يطلعوا لك الشين نتاعك في الترتيب كالعادة. نرجع لك السيت كوبي كولي لي مو كلي، نلقاهم كيما نشوفوا حاضرين جوهم باهي، تقعدش تتعب في روحك. باهي تنجم تزيد انت لي مو كلي على قد ما تحب. لهنا في لي بارامتر افونسي هذوما باهي، ديما في الكا هذايا ديما نكوشو الثانية لي كونتينيو ما تحطوش يعني كيما نقولوا اكسيسيبل للصغار بور دو ريزون. ريزون الاول باش اللي يتفرجوا فيك ديجا يكون عندهم كونتويت على اليوتيوب يعني يعملوا لك ابوني، والكونت والحاجات الثانية انه المحتوى اللي يبدا موجه للصغار يركزوا معاه الادارة نتاع اليوتيوب، يكونش فيه مثلا تشايلد ابيوز ولا اعتداء على الصغار ولا المحتوى كذا، نجم يسترايكيوك يضربوك بالوقت.
به لهنا البارامتر نتاع الابلود كيف كيف تقدر تخليه فارغ، خاطر انت في كل فيديو باش تحط كما نقولوا تيتر تنجف هذوما كما نقولوا بار ديفو باش تسهل على روحك الخدمه. في كل فيديو يبدا لي بارامتر نتاعك حاضرين، لان الديسكريبسيون كما قلنا تنجم تكتب قناه واشترك وكالفازات، لان التاجيت نتاعك زاد كيف كيف تنجم مثلا تختار كما نقولوا نتاع تاجيت لي مرتبطين بقيس سعيد بحكم العباد تشير شي برشا على قيس سعيد في اليوتيوب. نجم انت على حسب كذا، على حسب الفيديو، كل فيديو المحتوى نتاعو. اذا مثلا انت الفيديو نتاعك على التقنيه مثلا على اليوتيوب، جي مثلا لهنا سهل الفازه ماهيش صعيبه، جي تكتب مثلا يوتيوب مش عارف كيما نقولوا ار بي ام، ها مثلا انت عامل فيديو على الار بي ام مثلا، ولا شرح، ولا على ادسنس، ولا على اللي تحب، وتخليه السيت بتاعه السيت يطلع لك اللي مو او كيما نشوفوا هنايا خرج لك اللي مو اللي قراب من اليوتيوب، هاو تو انكريز يوتيوب ار بي ام، هاو كذا على حسب اللغه، هو يخرج لك ديريكتومون اللي مو كلي. انت باش تمشي في البارامتر بار ديفو تحطهم كهو. بالنسبة للبارامتر افونسي ما عندك ما تبدل فيها، ما ذي الكاتيجوري من بعد اللي باش يعمل لك فيريفيكاسيون على الكونت نتاعك هو اللي باش يحط لك الكاتيجوري. يعني انت وقت اللي توصل 4000 ساعة مشاهدة وال 1000 مشترك، اليوتيوب باش يجي عابد يراجع لك الشين نتاعك وتختار الكاتيجوري وعمر الدنيا ذي الكل. بالنسبة للاوتوريزاسيون، انت كان تحب مثلا عباد تعاونك وتخدم معاك تنجم مثلا تبعث لهم انفيتاسيون بالايميل يولوا ادمينات معاك في الشين. بالنسبة هنا الكوميونيتي هي الكومنتارات والكذا، ما تبدا الشان نتاعك جديده ما تركزش مع المواضيع هذيا. كي تكبر الشان شويه ماذا بيك تسكر الكومنتارات. اول حاجه على كنيجاتيفيتي، خاطر برشا عباد تبدا تسب وتفتي وكذا. وثاني حاجه انه اليوتيوب ينجم يسترايكيك على كي تبدا انت ماكش لاهي بالكوميونيتي نتاعك وتخليه فيها كلام في سبين وكذا. هذا كل فيما يخص انك كيفاش تعمل شان يوتيوب كما نقولوا فيها، ولا شين يوتيوب فيها لي موكلي فيها التاجيت، يعني كما نقولوا كومباتيبل مع السيو نتاع اليوتيوب بالنسبه ل 2021. الحلقه الجايه باش نحكيو كيفاش تتخطى حاجز ال 1000 مشترك وال 4000 ساعه مشاهده، كما باش نحكيو في الحلقه اللي بعدها على كيفاش الابلود، كيفاش الرفع نتاع الفيديوهات، وكيفاش تعمل كوفر ولا ثامب نيل كما حكينا ناجح للفيديو نتاعك. اذا عجبكم الفيديو ولا الشرح الحلقه الاولى ما تنسيوش اللايك وسبسكرايب، اللي عنده سؤال يكتب لي كومونتير، اللي كما نقولوا عنده حاجه مستعجل ولا كذا تنخلي رقم الواتساب نتاعي، يبعث لي ميساج من غير ما يقعد سالي سافا وكاللغه، يبعث لي ميساج وانا تو نجاوبه ديريكت. السلام عليكم، نهارك طيب والى اللقاء.